السلام عليكم الإخوة الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. صراحة هذا الفيديو هذا اضطريت أنني نسجله لسبب أن واحد الواقعة وقعت وملت بلي راه ضروري خصنا نسجلو فيديو باش نديرو التوضيحات اللازمة باش ما يبقاش يوقع هذا المشكل هذا. فنعاود لكم هذه القصة هذه. هذا واحد لو كليون طلب من شي واحد أنه يدير انستالاسيون وبروبوزي عليه أنه يدير اوندولور إبريد. في الاول كان دار معاه انه غادي انستالي جوست لانجيكسيون. من بعد ملي بروبوزا عليه الابريد صافي لو كليون وافق ليه ودار معاه يانستالي اونديلور هواوي، لان لافورماسيون اللي تعطات ان لي زونديلور هواوي راه كيخدموا ابريد. سكي في ان هاد السيد هذا كيقلب على لي زونديلور ابريد ومشى خذا لي باتري عادي، دونك بما ان المعلومه اللي وصلته ان لي زونديلور راهم ايبريد خذا لي باتري عادي كيقلب على لونديلور. فمن خلال التواصل ديالنا معاه انه كيسول على لونديلور، يعني وما كيسولش على لي باتري، واللي معلوم ان لي باتري ديال هواوي غاليين. يعني كيفاش هذا يعني كيسول على انه باغي يدير السيستيم ديال الايبريد وما كيسولش على لي باتري؟ فملي طرحنا عليه السؤال قالك نونو راه خدي راه شريت لي باتري عاديين باش غادي نانستاليهم معاه. دونك هنا قلنا ليه بوز، راك المعلومه اللي عندك راه غالطه. طبيعه الحال حنا ما كنبارطاجيوش هادشي يعني باش طيح في القيمه ديال شي واحد، لان كل واحد الانسان راه كيتعلم، ولكن بغينا نبارطاجيو معاكم باش ما توقعوش في نفس المشكل. ف قلنا لي بان راه ما يمكنش انك دير انستالاسيون ديال لي باتري عاديين مع لي باتري اوندولور ديال هواوي، وهذا الشيء اللي غادي نبينو في هذا الفيديو هذا باش نستافدو كاملين ونسدو هذا الموضوع هذا ديال لي زوندولور ايبريد. اول حاجه غادي نقسمو هاد لي زوندولور ايبريد كما قسمتهم انايا الاربعه ديال لي زوندولور. اولا كاينين لي زوندولور اللي كانوا قدام اللي كيتسموا لي كونفيرتيسور، هادو دي زوندولور كونفيرتيسور كيحولوا لينا لينيرجي ديال لي باتري وكيعطيونا 220. دونك هذا كيمشي مع لي باتري ديريكت، يعني ما فيه لا اونطري ديال الريزو لا جروب الكتروجين، يعني كياخد جوست من لي باتري. الا بغيتي دير ليه الصولير كيخصك دير ليه ريغولاتور اكستير اللي كيشارجي هذوك لي باتري وهو كياخد من لي باتري. غادي نشوفو لي زوندولور ايبريد. هاد لي زوندولور ايبريد غادي تلقاوهم في لي مارك، مثلا نعطيو اكزومبل ماست ساكولار ستيكا فوكوس. هادو دي زوندولور ايبريد فيهم لونطري ديال السولير وفيهم لونطري ديال لي باتري وفيهم لونطري ديال الريزون. هادو كيقبلوا لي باتري ديال العاديين اللي ديال 12 فولت، بطبيعه الحال اما كيتركبوا اون سيري ولا اون باغيل على حسب واش خديتي انت ديال 12 فولت 24 ولا خديتي 48 فولت. وكيقبلوا ايضا لي باتري ليثيوم، ولكن لي باتري ليثيوم اللي فيهم الفولتاج حتى هما ديال 12 فولت ولا 24 ولا 48 فولت على حساب لو سيستيم اللي عندك. دونك هادو لي زوندولور عاديين ايبريد اوف غريد كدير ليهم لي باتري كيعطوك 220، اولا الا بغيتي 380 كتاخد اونديلور ديال 380، سينو كدير 3 ديال لي زوندولور اون باراليل كيعطوك 380. دونك هادو لي زوندولور ايبريد اللي معروفين. دونك هادو هما لي 3 مارك بريسك اللي ديسپونيبل في المارشي او اللي معروفين، ماشي يعني اللي معروفين بزاف غتلقاوهم وتكونوا ديجا سمعتوا بهم. دابا ركزوا معايا مزيان هنا فاش غادي يبدا يبان لا ديفيرونس بين لي زوندولور اللي ذكرناهم من قبل وبين هاد لي زوندولور ديال الجينيراسيون الجديده اللي خرجات. نبداو بالتالت اوندولور، التالت هو لي زوندولور اون غريد ايبريد. هاد لي زوندولور هادو فريمون كيديروا لانجيكسيون، كيديروا لانجيكسيون في الريزو وفيهم لوبسيون ديال ستوكاج ديال الانرجي. دونك ملي كدير لي بان فوتوفولتايك ملي كيكون هذاك البلوس اوليو باش انه يتانجيكتا في الريزو، دونك كيولي كيتستوكا في لي باتري. هاد لي زوندولور هادو كاين فيهم لي زوندولور ديال 48 فولت، 48 فولت كيخدم بلي باتري، اما لي باتري عاديين اولا لي باتري ليثيوم سطرو عليها لي باتري ليثيوم اللي فيهم 48 فولت. دونك هادو لي زوندولور ايبريد اون غريد ولكن كيخدمو ب 48 فولت. اما كندير لي 4 ديال لي باتري
اون سيري باش يعطينا 48 فولت يعني لي باتري عاديين جيلو لا جي سينو كندير ليه باتري واحد ديال الليثيوم او لا جوج ديال لي باتري على حساب لينيرجي اللي انا باغي في ستوكاج. دونك هادو راهي لي ديسپونبل في لو مارشي. نعطيكم غير اكزامبل غتقدروا تلقاوهم في لي زوندولور ايميون، تلقاوهم كاين في لي زوندولور فولترونيك جو بونس وي فولترونيك، كاين لي زوندولور داي، هادو كلهم كاين ايميون ايميون تا هو. دونك هادو لي زوندولور اللي كتاخذوا ليهم لي باتري سوا 48 فولت سوا كتاخذوا ليهم لي باتري عاديين وكتركبهم اون سيري. كاين كاتريام اوندولور هبريد هما اللي كاين فيهم الاشكال اللي وقع باش درنا هاد الفيديو هذا، هما لي زوندولور اون غريد هبريد ولكن كيخدموا بلي باتري اش في، راه كتلقاو مكتوبه فيهم اش في يعني هاي فولتيج. دونك هادو دي زوندولور راه ماشي بحال لي زوطر، هادو كيمشيو مع لي باتري ديالهم، يعني خاص يكون لوندولور اللي غدير معاه اللي غدير مع هاد الباتري هذا خاص يكون اولا بعدا كومباتيبل. نعطيك اكزامبل، ملي غتمشي انت تاخذ اوندولور ديال هواوي راه خاصك ضروري تفيريفي واش هذاك الباتري اللي غادي تاخذ واش لي كومباتيبل ولا نو، لان كيكون فيه واحد البي ام اس باتري مانجمنت سيستم اللي كيجيري هاد لي باتري هادو. دونك الا ما كانتش لا كومونيكاسيون بين الباتري و لوندولور راه ما يمكنش يديماري. اذا هاد لي زوندولور هادو مثلا بحال هواوي ما يمكنش انك دير ليه لي باتري ديال 48 فولت، وما يمكنش دير ليه لي باتري العاديين، دونك خاصك دير ليه باتري ديالو هو ديال لا مارك هواوي. نعطيك اكزومبل ثاني، عندك مثلا فرونيوس، لي زوندولور فرونيوس عندهم لي باتري ديالهم حتى هما الاش في كيخدم مع اوندولور جو بونس الا كنت كتذكر البي واي دي، هذه اوتر مارك ديال الباتري ولكن الي كومباتيبل معاه. دونك هنا راه ما يمكنش انستالي اوندولور ديال فرونيوس ايبري ودير ليه باتري عادي ديال 48 فولت ولا لي باتري ديال 12 فولت. نعطيك اكزومبل ثالث اللي هما لي زوندولور ديال اس ام، واخا اس ام عندهم جوج ديال لي مارك، الا خديتي اس ام ساني ستوريج ساني ستوريج دونك هذا اش في كيخدم حتى هو مع لي باتري اللي عندهم هاي فولتيج، دونك راه غيخصك تشوف واش لي كومباتيبل مع هذاك الباتري اللي غتاخذ ولا نو، سينو غتخدم باوندولور ديال ساني ايلاند هذا كيخدم مع 48 فولت، دونك ما عندكش اشكال اما دير لي باتري عاديين او لي باتري ليثيوم ديال 48 فولت. 5 غرام حتى هما عندهم لي باتري ديال لي باتري ديالهم مع لوندولور ديال اش في. سان وايز اوسي حتى هما عندهم الباتري ديالهم خاص يكون كومباتيبل. دونك هنا نتمنى ان تكونوا كتفرقوا بين هاد الاربعه ديال لي زوندولور باش لو كليون ملي تبغي تبروبوزي عليه واحد لا سوليسيون تكون عارف واش غادي تبروبوزي عليه لا سوليسيون ديال لي باتري اش في اولا لي باتري 48 فولت اولا لي باتري ديال 12 فولت. دونك المعلومه اللي خاصكم تعرفوا ان هاد لي باتري ديال الاش في راه كيكون البري ديالهم طالع بزاف. نتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون مفيد بالنسبه لاي واحد كيدير لي زانستالاسيون اون غريد وكيبغي بروبوزي الهبريد، وان المعلومه تكون واضحه وتكونوا كتفرقوا بين هاد الاربعه ديال لي زوندولور بيان سور. ما تنساوش انكم تبارطاجيو المعلومه مع الاصدقاء ديالكم، ونعاودوا نذكروا بان الهدف ديالنا حنايا هو ان المعلومه توصل لاكبر عدد ديال الناس باش ما يبقاوش يوقعوا في هاد الاغلاط البسيطه. هي كتبان في البدايه ديالها انها بسيطه ولكن راه كتخلق اشكال كبير. دونك تسناو ان شاء الله فيديو اخر جديد اللي غنحاولوا اننا نناقشوا فيه قضيه اخرى او لا اشكال اخر ونعمموا الفائده.